السلام عليكم، معكم العبيد عبد الوهم من دوار ولاد بوجمعة، جماعة المصابيح، قيادة القرعاني، عمالة أسهل. هاد الناس مشينا عندهم، حنا محسوبين على المصابيح، ولا كان في المق حسبونا على القرعاني. ملي مشينا شكينا عليهم، قال لنا الجماعة رحنا غنطلقوا لكم المق واحد 15 يوم، وجات دركا هي 8 شهور باش حنا كنتسناو وما طلقوش لينا المق. الما كاين وما بغيناش نديرو شرع يدينا، ملي كان نمشيو نشكو كيقول لك راني دافع الطلب، وهو شي طلب ما كاين. حنا جماعة المصابيح حابسة داك شمانديفير باش ما يدخلش الما، خاصهم تيدوزو القنطرة، وحنا حسبونا على القرعاني، وبقينا بين البينين. سمعتي، ماشي حنا جوج دواور محسوبين على القرعاني في المق، وعدنا المق وما بغيناش نديرو شرع يدينا باش غادي نحلو العوينه، والعوينه فيها المق. وعاش الملك، عاش الملك. معكم عبد الرحيم عريش من دوار ولاد بوجمعه، جماعه المصابيح، قياده القرعاني، عملت اسفي. حنا دوار ولاد بوجمعه كنطالبوا بالماء، بالسقايه، العوينه. الماء موجود بالداخل هنايا وما تلقينوش لينا عامين، وحنا كنقلبوا على الماء والماء هنا وما تلقينوش لينا. حاسبيننا على جماعه المصابيح بانه كاين شمان ديفير اللي هو السكه الحديديه ديال التران، هنا كاين الساروت، حنا ما بغيناش نديرو شرع يدينا. حنا كنطالبوا بحقنا يعطونا الماء، كان الدوار هنا بعيد بجوج كيلومتر ومستافد بعيد ب 800 متر ومستافد بالماء. لا حلو، حنا الان كنطالبوا بالماء، ما كنطالبوا بحتى حاجه، وما بغيناش نديروا الفوضى ونديروا شي حاجه اللي غترجع علينا. حنا كنطالبوا بالحق ديالنا نستافدوا بالماء ديال سيدنا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.